ساعه الجمعه وكان من ديدن السلف الصالح عندما علموا ان الحبيب عليه الصلاه والسلام يذكر ان في الجمعه ساعه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد يصلي الا اجيب دعاؤه او كما قال عليه الصلاه والسلام طبعا ماذا معنى يصلي اختلف العلماء في هذه الساعه منهم من قال انها بعد الفجر ومنهم من قال انها عند سلام الإمام ومنهم من قال بين الخطبتين لكن القول الصحيح أو الراجح في ذلك أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة اللهم صل على محمد هذه الساعة أعرف بعض مشائخنا هذه الأزمان الآن معنا يقول ابن من أبنائه أبي من أربعين عام من هو أه من علمائنا من أربعين عام لم يترك قيام الليل ولم يخرج من المسجد الا وقد ارتفعت الشمس ولم يخرج من مسجد من المسجد بعد صلاه الجمعه صلاه العصر الا بعد ان يصلي المغرب فيعود ما اجمل هذه الخلوات الثلاث والله احبابي ما يمنعنا عنها الا العجز الا الكسل الا الشيطان الا تثبيطه الا الفانيه الا الغفله والا من الذي يمنعك من أن تقف بين يدي الله نصف ساعة قبل الفجر وساعة بعد الفجر وساعة ونصف أو ساعتين في الأسبوع تخلو فتدعو لماذا قال قال كيف يكون الإنسان بعد العصر يدعو قال يصلي هل المراد الصلاة أنه يصلي نافلة أم المراد بالصلاة بعد صلاة العصر الدعاء الدعاء ولذلك قال بعض أهل العلم لا ينال فضل هذه الساعة إلا من صلى العصر وانتظرها إلى المغرب لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. لاحظ ولكن هل أحبابي كثير على نفسك؟ يا من خلقك الله لعبادته تستكثر على نفسك ساعتين مع الله؟ والله لو اتصل عليك رجل من أهل الدنيا وقال تعال وابشر بعزك واللي تبيه ابشر به لكن سولف معي ووسع صدري يومين. تجلس يومين تسولف معه تدور النكت اللي في الارض كلها لعله يضحك ويرضى ولعله يسمع إليه ولا تتململ لانك ترجو بعد جل جلوسك معه ان يعطيك من من الدنيا مع ان خزائنها بيد الله رب العالمين اليس عندك دعوات؟ اليس عندك حاجات؟ اليس في عينك دمعات؟ اليس في صدرك حشرجات؟ اليس هناك لك طلب لرب الارض والسماوات؟ لماذا لا تخلو به فيعطيك ويفيض عليك جل وعلا من نعيم الدنيا والاخره؟ لذا احبابي دعوه الى ساعه الجمعه هذه الا تحرم نفسك وان تتلذذ بها وان تنتظرها اغلق الجوال صليت العصر جميل ان تجلس ولذلك لا يشرع لا يشرع ان تكون صائما لك ان تاخذ طعاما أن تشرب من ما شئت، اشرب شاي وقهوة واجلس في ركن قصي في المسجد واستغفر وأكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ذاك الذي لا يرفع دعاؤنا إلا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم وحث الحبيب في يوم الجمعة أن نصلي عليه وصلاتنا معروضة عليه ثم إذا أذن المغرب انظر ماذا كسبت وانظر ماذا كسب من خرج بعد صلاة العصر أيهما الكاسب الذي خلا بالله أو اللي خلا بالسيارات وبواري السيارات ومشاكل أهل الدنيا مسكين ذاك الذي استبدل الخلوة بالله بأن خلا بنفسه فأتى الشيطان معه ووسوس له أو خلا بمشاكل دنياه وحل جميع المشاكل بيد الله ألا تخلو من بي مع من بيده مفاتيح وخزائن كل شيء